بسم الله على بركة الله. نطلعوا على هذا النحل نشوفوا اش ندير. بسم الله ما كاين لا عسل لا والو. بسم الله الجفاف ما يعني لك هاد الطوائف ديال النحل هذا كان مزيان. نتمنوا من الله شي عام زين. ماشي في الوقت والو السلام هو غاز كان فيها هذاك هذا هو ديال النحل ياك. هذه كتولي فراش هانتوما كتشاهدو كتبيض فيه كدير الولاد ديالها. داكشي باش مزيان الانسان يعاود يراجع مره مره يشوف النحل ديالو شنو فيه. اي عطاتني واحد النحله. شوف شوف العادم ديال النحل. نقصات بزاف هاد الكوبا ديال النحل. نشوفو عند هكذا هذا في شويه العسل لكن يلاه يكفيها. وهنا شويه العسل ولكن يلاه يكفيها. وشويه ديال الحضانه هي يلاه يكفيها ولا ما يكفيهاش. دابا كاع هو فصل الشتاء جاي. والو والو
نشوفوا هذي. بسم الله. هذي تبارك الله مزيانة. الناس الوالو. لاحظوا الشمع خاوي. عصر قليل يلا يكفي هذا. بسم الله. هذه كوبا ما فيهاش. يلا كدير الفريخة فيها. شنو تعسل هنايا؟ غادي نحاول نقيو هاد كندير الشبيك هنا من التحت باش كتنقى كينزل لا كان شي وسخ كينزل باش كتبقى ديما الخليه نقيه. هادشي اللي كاين اليوم. ما تنساوش تدعمونا الاخوان باشتراك ولايك باش يوصلكم الجديد. هذا هو النحل سبحان الله العظيم خير وبركه سبحان الله العظيم. هو وحي من عند الله سبحانه وتعالى كي كتعرفوا الله اللي أوحى إلى النحل أن اتخذي من الجبال ومن الشجر ومما يعرشون فاسلكي سبل ربك ذلولا
يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. سبحان الله العظيم. يا الإخوان السلام عليكم ورحمة الله. ما تنسوناش الدعاء والدعم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.